هل يستطيع الشاهد أن يحضر المحكمة بمساعدة التكنولوجيا؟ قصتنا اليوم يا سادة عن تقنية هولوغرافية ستكون تجربة قانونية تحدث ثورة في عالم المحاكمات، حيث يترأس القاضي الفعلي محاكمة تجريبية شهدت إداء شهود البصمة الهولوغرافية بشهادتهم في محاولة لتحسين جودة الاتصال عن بعد بدلا من تقنية الفيديو الرديئة التي يصعب بها دراسة الشخص عن قرب. الشهود الهولوغرافيون هم أشخاص حقيقيون يظهرون كأنهم في المحكمة على الرغم من أنهم في مكان آخر باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد تستخدم الضوء والزجاج. التجربة نفذت بالتعاون بين مركز ويليام وماري لتكنولوجيا القانون والمحكمة وشركة بروتو إنك المتخصصة في إنشاء الهولوغرامات، كما أن المركز استخدم جهاز إيبك من شركة بروتو وهو وحدة بحجم كشك الهاتف في 4 محاكمات تجريبية هذا العام، حيث ظهر الشهود خلف قطعة من الزجاج وكان هناك تأخير بضع ثوان عند الرد على الأسئلة. وهذه التكنولوجيا يا سادة يمكن أن تستفيد منها المحاكم والهيئات الإدارية وخصوصا بعض الأزمات كما حصل بحجر كورونا، لكن هل يسمح القانون باستخدام هذه التقنية؟ البعض يقول إن هذا قد يخالف حق المتهم في مواجهة شهود الإثبات كما يضمنه التعديل السادس للدستور الأمريكي، والبعض يقول إن هذا قد يزيد من خطر التلاعب بالشهادات أو التأثير على الشهود، أما البعض يقول إن هذا قد يزيد من التكلفة والأخطاء التقنية التي قد تؤثر على سير المحاكمات. إذن ما رأيك أنت في خدمتها للعدالة؟